السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة بتقابل ناس كتير مننا وأبنائنا بيوصلوا لمرحلة تالتة ورابعة ابتدائي هما مبيعرفوش ينطقوا الإنجليش صح، الصوتيات أساسها غلط. انت لازم تعلمي ابنك الفوناتكس صح منذ الصغر، وانت لازم تكوني انت مدرسة ابنك، متستنيش المعلم أو المدرسة هي اللي تعلمه. فاحنا هنقول الكلام ده بطريقة سهلة جدا يفهمها أي حد، وان شاء الله مفيش أي مشاكل. عايزين نفرق ازاي ننطق السي سي وامتى ننطقها كي. اول حاجه في حاجه اسمها الهارد سي. الهارد سي ان انت بتنطقي السي بتنطقيها كي مش بتنطقيها سي. لما يجي بعد السي اي ويو وو او اي حرف ساكن اللي هو كونسونانت، الحروف الساكنه اللي هي كل الحروف الانجليش غير الاي والاي والاي والاو واليو. امثله على ذلك كلمات زي مثلا كات كولد، كولد يعني بارد، كام يعني مشط، كاسو يعني قلعه، كاب يعني شبل. او ما بيجي بعدها الحروف اللي هي الكونسونت اللي هي باقي الحروف غير الحروف اللي هي الفاولز، كرايونز يعني اقلام الوان، كلاود سحابه، كلاب نادي، كراكر يعني تكسير، كريب. كده نطقنا السي كي. لما يجي بعدها اي او 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 يو او اي كونسونت تاني اللي هي باقي الحروف الانجليش غير الفاولز. طيب لما سي يجي بعدها اي او اي تمام، او يجي بعدها حرف الواي يبقى السي بتنطق سي، زي كلمه فيس، ريس، سالاري يعني راتب، كانسل، اي زي سيتي، بنسل، سيركل، واي زي سبايسي، فانسي، سايكل. يبقى احنا كده عرفنا ان السي بتنطق كي. لما بيجي بعدها اي او 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 يو او اي حروف انجليش تاني غير الفاولز بتنطق سي لما بيجي بعدها اي او اي او واي. اتمنى تكونوا استفدتوا. هنزل منه ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن حرف اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك، بحبه جدا جدا.